بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام مشاهدي فضائيه العراق التربويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلنا بكم الى الجزء السابع من اجزاء القطع المكافئ لطلبه السادس العلمي وتحدثنا عن مجموعه من الاسئله تركتها واجبا عليكم وسوف نتحدث عن افكار هذه الاسئله جد معادله القطع المكافئ المار بالنقطه 2 سالب 8 2 سالب 8 وين صايره؟ اذا اردت ارسم المستوي الاحداثي اذا 2 سالب 8 صايره وين؟ صايره بالربع الرابع، زين. وبؤرته صفر 2 ناقص اي على 8، بما ان المسقط الاول يساوي صفر يعني البؤره تقع على محور الصادات. اي نقطه تقع على محور الصادات يكون الاكس لها صفر. اي نقطه تقع على محور السينات يكون الواي لها صفر. طيب النقطة تقع بالربع الرابع والبؤرة تقع على محور الصادات إذا لابد أن النقطة هنا والبؤرة تقع على محور الصادات أكيد رسم القطع المكافئ راح يكون إلى الأسفل اللي معادلته أكس تربيع تساوي سالب أربعة بي واي إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلته إذا أكتب قانون الصادات السالب التعليل اللي موجود أمامكم أكتب قانون الصادات السالب ومن ثم نعوض النقطة واستخراج قيمة P هسه هذا P إذا ردت أعوضها هنا سوف أستخرج معادلة القطع المكافئ اللي هي شنو راح تكون أكس تربيع تساوي سالب أربعة في واحد على ثمانية سأعوض بعد قليل المهم أعزائي ما طول عندي معادلة أو بؤرة فيها مجهول معادلة فيها مجهول دليل فيه مجهول إذا سوف أستخرج ما يقابل هذا لإيجاد قيمة المجهول سوف أستخرج البؤرة بالطريقة الخاصة ومن ثم إجراء المقارنة بما أن القانون أكثر بيع سالب أربعة بي واي إذا معناها البؤرة صفر سالب بي البي تساوي واحد على ثمانية إذا صفر واحد على ثمانية هي نفسها صفر اثنين ناقص أي على ثمانية وبعد إجراء المقارنة أستخرج قيمة أي اكيد هنا قيمة بي سوف تعوض بالمعادلة واستخراج المعادلة كمطلب اول لان هنا يقول جد معادلة القطع المكافئ. اكثر الاسئلة خطورة في الامتحان الوزاري التي يكون فيها مطلبين، مطلب في بداية السؤال ومطلب في نهاية السؤال. جد معادلة القطع المكافئ المطلب الاول، اخر شيء يقول لي جد قيمة اذا المعادلة حصلتها هسه الطالب يقول لي اريد هاي المعادله اكتبها هنا يعني قبل ما استخرج البؤره يصير يصير ماكو مشكله اذا معناها صفر سالب ثمن يساوي صفر اثنين ناقص اي على ثمانيه بالمقارنه الاعتياديه اذا اثنين ناقص اي على ثمانيه يساوي سالب واحد على ثمانيه ضرب الطرفين في ثمانيه اثنين ناقص اي تساوي سالب واحد اذا الاي تساوي ثلاثه يعني كانه هذا اجى هنا وهذا صار مكانه طيب هذا السؤال الاول، السؤال الثاني اعزائي وقلنا انه من الاسئله المهمه والمهمه جدا. فيه كلام كثير. جد نقطه او اكثر تنتمي الى القطع المكافئ واي تربيع زائد 16 اكس تساوي صفر والتي تبعد عن البؤره بمقدار ست وحدات. زين. من ده يقول لي تبعد عن البؤره غير احسب البؤره، شلون احسب البؤره؟ 16 إكس أضيف النظير الجمعي للطرفين يعني كأنه تحول إلى الطرف الآخر يعني راح يصير عندي واي تربيع تساوي شنو؟ تساوي سالب 16 إكس تشبه واي تربيع تساوي سالب 4 بي إكس ومن بعد المقارنة راح أجي أستنتج إحداثي البؤرة إذا هذا الأمر سيكون أمامكم. البؤرة هي سالب 4 صفر. زين. النقطة ما أعرفها وين المهم هي تنتمي إلى القطع المكافئ يريد إحداثي هذه النقطة راح أجي أفرض النقطة اكس واي تنتمي إلى القطع المكافئ لاحظ عزيزي القطع المكافئ البؤرة سالب أربعة صفر النقطة هسه تريد تفرضها فوق تريد تفرضها أسفل تريد تفرضها هنا إذا افتراضي لا على تعيين إذا فرضت النقطة سميتها أم تريد تسميها كيوب كيفك سميتها اكس واي اذا ايش جاي يقول لي بالسؤال دا يقول لي هذه النقطه تبعد عن البؤره بمقدار ست وحدات يعني راح اجي اطبق قانون المسافه بين النقطتين واقول يساوي ستة من راح يصير عندي جذر يساوي ستة شلون احل المعادلات الجذريه بتربيع الطرفين ومن ثم اكمل حل السؤال اذا اعزائي قلت سابقا ان السؤال فيه فكره مهمه جدا جدا طيب النقطة الفرضة اكس واي البعد بين النقطة والبؤرة يساوي ستة راح اجي اكتب قانون المسافة اللي هو تحت الجذر فرق الاكس تربيع زائد فرق الواي تربيع يعني معناها اكس ناقص سالب اربعة تربيع زائد Y ناقص صفر تربيع تساوي ستة بتربيع الطرفين يعني الجذر راح ينتهي وتربيع الستة هو ستة وثلاثين مربع الجذر يبقى داخل الجذر طيب إذا هذا راح أسوي مربع حدانية يساوي ستة وثلاثين أصفر المعادلة ستة وثلاثين حولناها إلى الطرف الآخر إذا أكس تربيع زائد ثمانية أكس زائد واي تربيع ناقص عشرين يساوي صفر هنا وصلنا إلى النقطة المهمة جدا في أي مكان في الرياضيات في الفصل الثاني ترجع لنا الفكرة بالفصل الثالث متى ما توقف السؤال بدلالة X و y لا الأكس X أعرف أشقد ولا الواي Y أعرف متى ما توقف السؤال بدلالة X و y ولم تعلم إحدى القيمتين نعتبرها معادلة رقم واحد وأعتبر السؤال الأصلي معادلة رقم اثنين من السؤال الأصلي هو معادلة القطع المكافئ المعطاة في السؤال إذا هذه معادلة رقم واحد معادلة القطع المكافئ رقم اثنين راح أعوض اثنين في واحد مكان الواي تربيع راح أعوض سالب 16 اكس أصفر المعادلة أحل بالتجربة إذن راح تطلع عندي قيمتين مرة الاكس تساوي عشرة ومرة الاكس تساوي سالب اثنين طيب اذا كانت الاكس تساوي عشرة يجيني طالب رأسا يقول لي تهمل السؤال ده يريد مني نقاط والنقاط عبارة عن اكس وواي من استخرجت قيم اكس اذا اكيد راح اعوضها في معادلة القطع المكافئ لاستخراج قيم واي المقابلة لها اكو طالب من طلعت الاكس تساوي عشرة قال ما عوضتها راسا اكتب التهمه ليصير اقول ليصير يصير ليش؟ اذا هاي طريقه استنتاجيه بما ان القطع المكافئ ايسر فمن المستحيل وجود نقطه تقع على هذا القطع المكافئ الاكس مالته موجبه زين اكو طالب يقول لا ما جت على بالي اريد اتاكد اقول له عوض الاكس تساوي عشرة من راح اعوضها هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير واي تربيع يساوي سالب 160، وهذا الامر غير ممكن في الاعداد الحقيقيه وممكن فقط في الاعداد المركبه. زين، من الاكس تساوي سالب 2، تعوض في معادله القطع المكافئ راح تصير واي تربيع تساوي 32، اذا الواي تساوي موجب او سالب جذر 32، تريد تبسط؟ بسط، ما تبسط عوفة اذا معناها النقاط المطلوبه من عندي هي سالب 2، 4 جذر 2، سالب 2، سالب 4 جذر 2 تنتمي إلى القطع المكافئ هذا الطريقة الأولى الطريقة الثانية الطالب يقول تعريف القطع المكافئ وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون بعد أي منها عن نقطة معلومة تسمى البؤرة يساوي بعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل فبما إن البعد بين الأم والبؤرة تساوي ستة فلا بد أن البعد بين الأم والمستقيم ايضا سوف يساوي 6. اذا الطريقه الثانيه لحل هذا السؤال اذا ستكون بهذه الصوره، استخرجت البؤره بنفس الترتيب، استخرجت قيمه P الاستنتاج بما ان الام اف يساوي 6 فان ام كيو ايضا تساوي 6. بما ان البؤره هي سالب 4 صفر، اذا معناها معادله الدليل هي x تساوي 4 إذا معادلة الدليل x تساوي 4 إذا معناها راح يصير هذه النقطة هي شنو؟ هذه النقطة راح تكون 4 واي إذا النقطة ستكون لدينا هي 4 واي زين إذا كانت النقطة 4 واي راح أجي أطبق قانون المسافة إذا النقطة 4 وليس السالب 4 إذا هنا نقطة كيو هي 4 واي إذا بما ان ام اف تساوي 6 لابد ان ام كيو ايضا تساوي 6 سوف اطبق قانون المسافه اذا كيو هي 4 واي نطبق قانون المسافه بين كيو وام يساوي 6 الطريقه الثانيه وين راح تخدمني اكثر؟ الطريقه الاولى من استخدمت قانون المسافه طلع عندي مجهولين اكس وواي متغيرين لكن الطريقه الثانيه راح يصير عندي واي ناقص واي هذا صفر واكس ناقص أربعة تربيع طيب هذا واي ناقص واي صفر بتربيع الطرفين راح يصير اكس ناقص أربعة تربيع يساوي ستة وثلاثين بجذر الطرفين اكس ناقص أربعة تساوي موجب أو سالب ستة مرة راح أقول اكس ناقص أربعة تساوي ستة يعني الاكس تساوي عشرة تهمل ومرة x ناقص 4 تساوي سالب 6 يعني الأكس تساوي سالب 2 تعوض في معادلة القطع المكافئ لاستخراج قيمة واي ومن ثم الوصول إلى نفس الناتج. إذا هناك طريقتين لحل هذا السؤال. السؤال الآخر أعزائي أيضا من الأسئلة التي تركناها واجب عليكم في الجزء السابق. لايجاد نقطة تقاطع مستقيم أو منحني مع محور السينات افرض الواي صفر استخرج الأكس، مع محور الصادات افرض الأكس صفر استخرج الواي، مع المحورين يعني الإحداثيين العمليتين معا ولكن لإيجاد نقاط تقاطع منحني مع مستقيم يتم تعويض المستقيم في المنحني. لإيجاد نقاط تقاطع بين منحنيين إذا نحل واحد يعوض بالآخر تحل معادلتين حذف تعويض إحدى طرق الحل إذا في هذا السؤال من أريد أستخرج نقاط التقاطع شو بها نقاط التقاطع يقول لي القطع المكافئ المطلوب إيجاد معادلته يمر بمن بنقطتي تقاطع الدائرة والمستقيم Y يساوي ثلاثة هنا سوف يتم تعويض ال Y يساوي ثلاثة للحصول على قيم X إذا ال X تربيع تساوي أربعة إذا ال X تساوي موجب أو سالب اثنين إذا نقاط التقاطع هو اثنين ثلاثة سالب اثنين ثلاثة يعني معناها إذا كان المستوى الإحداثي بهذه الصورة إذا كانت الدائرة بهذه الصورة والمستقيم ويساوي ثلاثة إذا معناها صارت عندي اثنين ثلاثة سالب اثنين ثلاثة تنتمي إلى القطع المكافئ وإذا مر القطع المكافئ بنقطتين تقعان في ربعين متجاورين فإن البؤرة تقع على محور التناظر 2 ثلاثة صايره بالربع الاول سالب 2 ثلاثة صايره بالربع الثاني لابد ان البؤره تقع على محور الصادات الموجب اكتب قانون الصادات الموجب وعوض اي نقطه تعجبني لاستخراج قيمه بي ومن ثم اعاده تعويضها بالمعادله اذا اعزائي قطع مكافئ راسه نقطه الاصل ويمر بنقطة تقاطع دليلي القطعين المكافئين ذولا ودليله من هو هذه الواو عطف المن ترجع لأصل القطع المكافئ ودليله يوازي محور الصادات جد معادلته إذا هذا السؤال بثلاث قطع مكافئة واحد منهم مطلوب واثنين من عندهم موجودة بالسؤال رح أجي أستخرج معادلة الدليل للأول وأستخرج معادلة الدليل الثاني أشوف وين متقاطعين يعني قبل ما أحلك السؤال إذا كان على سبيل المثال الأول الدليل مات مثلا أكس تساوي أربعة الثاني الدليل مات مثلا واي تساوي ثلاثة فإذا كان هذا X يساوي أربعة وهذا Y يساوي ثلاثة إذا بالتأكيد هذه نقطة التقاطع شنو؟ راح يصير أربعة ثلاثة اذا كانه ده يقول لي استخرج الدليل الاول استخرج الدليل الثاني واستخرج نقطة التقاطع هذه نقطة التقاطع هي تنتمي إلى دليل القطع المكافئ المطلوب طيب إذا خلي أرجع للسؤال القطع المكافئ الأول X تربيع أو Y تربيع يساوي 12X قارنت ويا الواي تربيع يساوي 4 أكس يعني معناها 4 بي 12 البي تساوي 3 البؤرة شنو؟ البؤرة هي 3 صفر لان القانون موجب اذا الدليل اكس يساوي سالب 3. القطع المكافئ الثاني بنفس الترتيب البي تساوي 6 والقانون صادي سالب فاذا كانت البؤرة صفر سالب 6 لابد ان الدليل واي يساوي 6 زين اذا معناها الأول X يساوي سالب ثلاثة الثاني Y يساوي ستة بيش متقاطعين ذولا إذا متقاطعين بالنقطة سالب ثلاثة ستة نقطة تقاطع الدليلين وهي تنتمي إلى القطع المكافئ هسه مرة يقول لي هذه النقطة تنتمي إلى القطع المكافئ فهي تحقق معادلته مره اخرى يقول لي تنتمي الى الدليل فاذا البؤره على السينات اقول اكس يساوي الاول اذا البؤره على الصادات واي يساوي الثاني زين هنا هذه النقطه تنتمي الى الدليل ايش يقول لي او عفوا تنتمي الى القطع المكافئ ودليل القطع المكافئ يوازي محور الصادات اذا كان الدليل يوازي محور الصادات يعني معناها البؤره تقع على محور السينات إذا كان الدليل يوازي محور السينات يعني البؤرة تقع على محور الصادات، إذا الدليل يوازي محور الصادات يعني البؤرة تقع على محور السينات النقطة سالب ثلاثة ستة تنتمي إلى القطع المكافئ يعني معناها تحقق معادلته بما أن الدليل المطلوب يوازي محور الصادات والقطع يمر بنقطة تقع بالربع الثاني إذا معناها ايش راح يصير عندي؟ راح يصير واي تربيع يساوي سالب 4 بي اكس، النقطة تحقق المعادلة اكس واي ومن ثم استخراج قيمة بي واعادة تعويضها بالمعادلة، شنو رأيك تحل هذا السؤال جد قيمة أي وبؤرة ودليل القطع المكافئ الذي معادلته أي اكس تربيع زائد 4 واي يساوي صفر والمار بالنقطة واحد واحد وأيضا أريد منك المحاولة في حل هذا السؤال قطع مكافئ معادلة اتش اكس تربيع ناقص أربعة واي ولكن هذه المرة دليله يمر بالنقطة سالب اثنين سالب واحد الحالة الأولى هو يمر بالنقطة هنا دليله يمر بالنقطة ما هو الفرق بين الأمرين وهذا السؤال أيضا سؤال وزاري قطع مكافئ رأسه نقطة الأصل معادلة أي واي تربيع يساوي ثلاثة أي ناقص أربعة أكس جد قيمة أي تنتمي إلى آر إذا كان الدليل أيضا يمر بالنقطة سالب ربع ثلاثة سأترك لكم فرصة الحل لهذه الأسئلة مع انتظارنا في الدرس القادم ان شاء الله في امان الله